يقول: أفكر كثيرا فيما وصل إليه المسلمين من فرقة وهموم، والذي يزيدني أن كل الفرق الضالة متمسكة ببعضها البعض إلا نحن، فلهذا الأمر فقدت لذة العبادة، فهل من علاج تصفه لنا؟ العلاج أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وتترك الوساوس، وتعمل بطاعة الله عز وجل على بصيرة، والناس شرهم عليهم، شرهم عليهم، ما أنت محمل بأمور الناس. لكن إن كان عندك استطاعة للدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنك تقوم بما تستطيع، تنفع إخوانك، تنفع الناس. أما إذا كان ما عندك استطاعة فاقتصر على نفسك واعمل بطاعة الله واترك معصية الله. نعم.